ابدأ بالرقاق. الصينية عندي او الفرن السحري بتاعي حطاه على النار اهو بيسخن وقفلاه من كل ناحية، حتى الناحية التانية ايه حتى شوربة بتغلي، شوربة بتغلي علشان اطري بيها الرقاق. وادي طاسة بتسخن علشان اصحصح اللحمة. يعني ايه نصحصح اللحمة؟ هقول لكم حالا دلوقتي. عصقت لحمة وشلتها في الفريزر وطلعت وحسيت ان هي بالشكل ده كده، انا شايفة ان هي مش مصحصحة، عايزه تقطعي لها بصل قطعي لها بصل. طب انا مش عايزه اقطع لها بصل وادمع عينيا واتعب نفسي، لا هعمل ايه؟ هعمل كده. صينيه على النار او طاسه، معلقه كده من السمنه البلدي الحلوه دي، النهارده اكلنا كله بلدي في بلدي والبلدي يوكل طبعا، فمستخدمين كمان سمنه بلدي في اكلنا كله النهارده. عملت كده هروح منزله اللحمه وهي متعصجه وهي محطوطه في الفريزر وكل حاجه، بس انا عايزه اصحصحها. ودي الرقاق اللي احنا هنعمله يعني شمخه كده او تطعيمه حلوه بالشكل ده كده، هديها سنه من الفلفل الاسود، وانا بصراحه دقتها ولقيتها دلع فهدي سنه ملح وهقلب كده. طيب ما قدرنا تنزل يا جمل، بسم الله. مقادير الرقاق باللحمة المفرومة البلدي على أصوله بتقول إيه؟ كيلو رقاق ناشف، لحمة مفرومة متعصجة على حسب ما أنت عايزة بقى، بتزودي اللحمة عايزة تعمليها طبقتين، طبقة واحدة زي ما أنت عايزة. معايا معلقتين كبار صلصة طماطم بوريه، ثلاث كوبايات مرقة مغلية، سواء عندك بقى سلقة بط سلقة لحمة سلقة فراخ، ما عندكيش ده كله هتعملي الرقاق لوحده من غير أي مرقة عندك. نعمل الشوربة نحط فيها مكعبات مرقة، مش عايزه تحطي مكعبات مرقه، حاضر يا رغده، مش عايزه تحطي مكعبات مرقه، بنتبلها ملح وفلفل اسود، سنه بابريكا، سنه جوز الطيب، بيدي ده كله تطعيمه. معانا ايه كمان؟ كوبايه سمنه بلدي هنحطها مع الشوربه وهنطري بيها كمان الرقاق وهندهن بيه الصينيه اللي هنعمل فيها. اسهل من كده مفيش. طيب انا حطيت سمنه بلدي على النار وبدات ان انا اشوح فيها اللحمه المفرومه اللي انا كنت حطاها في الفريزر، عايزه اصحصحها كده. هعمل ايه؟ عندي صلصه الطماطم، عندي ميه مغليه يعني حوالي نص كوبايه كده، وهبدا ان انا اقلب كده. طيب هو احنا ايه فايده الصلصه؟ هقول لكم حالا. طب ايه فايده الميه؟ برضه هقول لكم حالا. انا عايزه ينزل عصاره من اللحمه علشان اللحمه دي هصفيها، هصفيها وهاخد العصاره بتاعتها اسقي بيها الرقاق. يعني ايه اسقي بيها الرقاق؟ يعني هدهنه بيها علشان الرقاقيه تطلع معايا محمره، تطلع معايا كده لونها مختلف عن اي رقاق يتعمل بره او اي رقاق باكله في اي مكان بالشكل ده كده. بص انا زودت شويه الميه كمان علشان مجرد ما تغلي غلوه هروح واخده الخلاصه بتاعتها واصفيها واخدها ادهن بيها الرقاق اللي احنا هنعمله. فتحت الحله عشان احط الصينيه اشوف مقاسها هيبقى ماشي مع الحله ولا هحتاج اصغر ولا هحتاج اكبر. لقيت الحمد لله الصينيه ماشيه معايا تمام وزي الفل، وهي اللي هتبقى على مقاس الحله. طيب هعمل ايه؟ اللحمه كده معايا تمام، هي اصلا متعصجه، انا مش عايزاها تفضل على النار كتير تستوي، لا انا يا دوب بس كنت عايزاها تشرب من الصلصه ويبقى فيه العصاره دي كده اللي هنزلها دلوقتي، هعصرها في مصفى واخد العصاره دي كلها. طيب انا شايفه ان هي شربت العصاره بتاعتها، بصوا هعمل ايه؟ هاخد حبه من المرقه عشان انا عايزه ينزل عصاره علشان اسقي بيها الرقاق علشان يطلع معايا محمر. خدت معلقتين كده من الشوربه او من المرقه بالشكل ده كده اهو علشان تاخد اللون وتاخد التطعيمه بتاعت اللحمه نفسها، مش ان هي تاخد لون وبس. لو انا عايزه اللون كان ممكن ان انا اقول ايه؟ طب ما انا ممكن ان انا اخد معلقتين الصلصه واحطهم في شويه مرقه او شويه ميه من بره وادهن بيهم، لكن لا انا عايزه التطعيمه نفسها بتاعت الرقاقيه تبقى واخده من التوابل والتطعيمه بتاعت اللحمه. هعمل كده بسم الله. الشوربه عندي بتغلي، اجيب مصفى واعصر اللحمه، او مش هعصر اللحمه، هصفي اللحمه علشان اخد العصاره بتاعتها. بسم الله. وهي دي اللي هدهن بيها الرقاق بتاعنا. بسم الله. بصوا كل اللي بينزل ده من المصفى ده انا هاخده علشان
ادهن بيه الرقاق علشان يطلع معانا محمر كده وشكله يكون مختلف غير اي رقاق بتكليف اي حته بره بالشكل ده كده. الخلاصة اللي نزلت من اللحمة دي فيها سمن بلدي اللي انا حطيت فيها اللحمة في الاول، فكده معنى كده ان انا مش هحتاج ان انا ادهن الرقاق سمن بلدي تاني علشان ما يبقاش دسم او تقيل زيادة عن اللزوم، يبقى انا كده خلاص تمام وزي الفل. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندي الصينية اهي، هجيب الفرشة بسم الله وراح واخدة بس دهنة كده من السمنة البلدي الحلوة بتاعتنا دي وادهن بيها الارضيه بتاعت الصينيه والجوانب كده علشان تطلع لي صينيه متحمره من جميع النواحي. وزي ما قلت لكم الحله السحريه بتاعتنا محطوطه على النار بتسخن زي اكني بسخن فرن بالظبط، واروح عامله كده وابدا بقى ايه اسقي الرقاق بتاعنا بالشوربه اللي هي السخنه وابدا اجمع الصينيه بتاعتنا. عايزه تعملي ثلاث طبقات رقاق وطبقتين لحمه ماشي، عايزه تعملي العادي اللي هو بتاعنا طبقتين رقاق وطبقه لحمه في النص زي ما انت عايزه حسب الامكانيات اللي موجوده عندك كل اللي انت عايزه توظفيه. بصوا كده بدل ما ادهن سمنه بدهن الخليط اللي نزل من اللحمه كده كده اصلا هو في سمنه بلدي اللي احنا نزلنا فيها اللحمه واديناها فيها تشويح بالشكل ده كده. بنعمل كده بين كل رقايه ورقايه بعمل الخليط ده اللي هو الخلاصة اللي نزلت من اللحمة المفرومة باللون الحلو بتاعها ده كده، وطبعا هي فيها سمنة بلدي. طيب صينية الرقاق بتتعمل كام طبقة او كام رق على حسب ما انت عايز. انا بصراحة ما بحبش ان هو يكون الرقاق بتاعته كتير، يعني بعمل لو هو رقاق طري بعمل 4 و4 لانه بيبقى عامل زي الفطيره المشلتت، لكن لو رقاق ناشف بعمل 3 و3 علشان ما احسش ان انا باكل عجين في بقي. هعمل كده هعمل 3 و3. عملت التلاتة اهي اللي هي هيتحط عليها اللحمة ما بدهنهاش، اللي هيتحط عليها اللحمة ما بدهنهاش من الخليط بتاع العصارة اللي اتعملت. بصوا كده بعمل ايه، انا بحط اللحمة لكن بسيب اخر جزء من الحرف مش موجود فيه لحمة، بس مش حته كبيره يعني هي يدوب حته صغيره كده عشان تبقى ايه اللحمه ماشيه في كله كده. ليه؟ علشان انا عايزه الرقاق لما تتحط الجزء اللي فوق يلزق في اللي تحت، لما يكون طري هيلزقوا في بعض. ادينا اللحمه وببدا ان انا بكمل الطبقه تاني، قلت هعمل 3 رقات و3 رقات، عايزه تزودي زي ما انت عايز بس انا بصراحه بحب هما 3 و3 علشان يبقى ما يبقاش عجين كده. بصوا اهو هكمل الرقين التانيين وعلى الوش برضه هروح حاطه الخليط بتاعنا ده وهدخله في الصينيه بتاعتنا او في الحله بتاعتنا اللي محطوطه على البوتاجاز. طيب نفس الطريقه دي يا نونا ينفع اسويها على البوتاجاز من فوق من غير حله؟ اه طبعا ينفع. طب نفس الطريقه دي ينفع في الفرن؟ اه طبعا ينفع، كل حاجه بفضل ربنا بتنفع كده اهو. دي التانية. تعالوا نطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل؟ هو فاضل الورقه اللي في ايديا ديت وهعمل رقايه كمان، وبعد كده هدهنها من الوش بتاعنا ده اللي هو فيه سمنه بلدي وصلصه العصاره اللي نزلت من اللحم وهحطها في الحله، ونشوف على اخر الحلقه بتاعتنا كده التسويه بتاعته هتبقى عامله ازاي. طيب التسويه بتاعته احنا قلنا لما بنحط في الفرن، الفرن طبعا الحراره بتاعته بتكون متوزعه. طب احنا هنحطه تحت على الشبكه ولا فوق؟ لا هحطه فوق على الصاجه. ليه؟ علشان بتبقى ابعد عن النار شويه من الشبكه نفسها، فهحط على الصاجه اللي فوق واديني قافله الغطا بتاعها علشان تديني الحمار بتاع الصينيه اللي انا عايزاه. صينيه الرقاق بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وهنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي لما تستوي وتتحمر معانا ان شاء الله. طيب عايز بس اتاكد ان هي جوه، ابصوا بقى تتاكدوا ان هي على العين بالظبط ما تبقاش متزحزحه علشان ما تبقاش حته بتستوي وحته. هنقلها للصاجه اللي تحت. بسم الله الرحمن الرحيم كده، خلوا بالكم عشان بتبقى سخنه قوي قوي قوي. بسم الله نقلت على الشبكه ولازم اتاكد ان هي في
في نص العين بالظبط كده اهي، واروح حاطه الصاجه دي تاني، وابدا ان انا هغطيها. خلوا بالكم عشان الحاجات دي تبقى سخنه قوي قوي قوي. بسم الله الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه ما تستعجلوش وتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، اهم حاجه ما تستعجلوش وتقولوا لا ما استوتش معانا، لا هي بتاخد وقت. الحله السحريه بتاعتنا اللي هي بدله الفرن بتاخد وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز تيجي؟ يلا يا سلام. بصوا كده انت بتعمل بسم الله الرحمن الرحيم عشان نتاكد ان هي مستويه ولا ايه. بص يا جمل، بص الله اكبر، بص يا جمل بصوا من تحت عامله ازاي بالشكل ده كده. طيب ما تيجوا كده نقطع حته ونشوف شكل الرقاق من جوه عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله اكبر. بصوا سامعين القرمشه؟ لازم انزلها من على البلانشه. ثواني، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكل صينيه الرقاق عامل ازاي؟ الله اكبر عليها. لازم تكون الصينيه السكينه حاميه قوي. انا خوفي علشان اشيل لك الطاجن. طيب انا ممكن احاول احطها لك هنا تاني. السكينه تبقى حاميه قوي علشان تطلع معانا. سكينة ما شاء الله يعني. بل ما كنتش مطلعاها ومريالكم الارضيه بتاعت. الله اكبر، بسم الله. استنى يا جماعه استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما اسيبها المطلعه زور عليا كمان عارفه انت اللي موقفه الحاجه دي. بسم الله الله اكبر. بصوا كده يعني يتقال عليه فطير مشلتت. يخرب بيت عينك. بصوا كده، بصوا كده، بصوا لون الرقاقيه عامله ازاي. هي طبعا سخنه قوي. بصوا كده بسم الله ما شاء الله. بصوا اللون بتاع الرقاقيه عامل بسرعه جابك بالشكل ده كده، ما شاء الله عليه زي الفل. عملنا ايه؟ سمعتك ماشي. عملنا ايه؟ عملنا صينيه الرقاق باللحمه المفرومه بطريقه وبتكايه بسيطه جدا علشان تطلع لنا الرقاقيه محمره. الرقاقيه لو انت مش عامله التكايه اللي هي بتاعت اللحمه بصلصه الطماطم ديت ودهنتي بيها الوش هتطلع لك لون عادي، لون زي اللي بنعمله اللي هو الفاتح اللي هو المحمر من الفرن ده. لكن بصوا اللون المحمر ده من صلصه الطماطم اللي احنا سقينا بيها الرقاق.